السابعة والنصف اهلا بكم الى نشرة الاخبار اهلا وسهلا بكم وتاليا نستعرض العناوين. الاردن يرفض التدخل الايراني في الشؤون الداخليه للمملكه العربيه السعوديه. اجتماع طارئ للجامعه العربيه بطلب من السعوديه على خلفيه اقتحام سفارتها في طهران. الافراج عن نائب المراقب العام لجماعه الاخوان المسلمين زكي بن رشيد بعد انتهاء مده محكوميته. الفلسطينيون يشيعون شهيدي قلنديا بعد تسلم جثمانيهما من سلطات الاحتلال والحكومة توقع مع القطاع الخاص مذكرة تفاهم لاستيراد 45 ألف طن ديزل شهرياً زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه قياده العمليات الخاصه المشتركه واجتمع جلاله القائد الاعلى مع مستشاره للشؤون العسكريه رئيس هيئه الاركان المشتركه الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن فتره من الوقت تم خلالها بحث عدد من الامور والقضايا التي تهم القوات المسلحه الاردنيه حيث اطمأن جلالته على مستوى جاهزيه تشكيلات ووحدات القوات المسلحه كما استمع جلالته الى ايجاز قدمه قائد العمليات الخاصه المشتركة حول سير الأمور التدريبية والعملياتية والإدارية في وحدات وتشكيلات العمليات الخاصة، وشاهد جلالته خلال الزيارة معرضاً لأحدث المعدات المستخدمة في العمليات الخاصة المشتركة. وفي نهاية الزيارة أشاد جلالة القائد الأعلى بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العمليات الخاصة المشتركة والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها. اكد الاردن على لسان مسؤول رفيع المستوى وقوف المملكه الى جانب المملكه العربيه السعوديه في حربها على الارهاب مشددا على رفض الاردن التدخل الايراني في شؤونها الداخليه، وقال المصدر ان الاردن يقف الى جانب الشقيقه السعوديه ويرفض التدخل الايراني في شؤونها الداخليه وشؤون اي من الدول العربيه، واستنكر المصدر ما وصفته بالتدخل والتحشيد الايراني ضد المملكه العربيه السعوديه وتصاعده عقب تنفيذ الشقيقه السعوديه احكاما قضائيه ضد مدانين من مواطنيها صدرت بحقهم احكام بالاعدام. وفي سياق متصل يعقد يوم الاحد المقبل اجتماع طارئ للجامعه العربيه بناء على طلب السعوديه وذلك على خلفيه الاقتحام الذي تعرضت له سفارتها في ايران ياتي ذلك في وقت قطعت فيه السعوديه العلاقات مع ايران لتتبعها البحرين والسودان وتخفض الامارات تمثيل الدبلوماسيه معها الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وطهران شهدت في اليومين الماضيين تداعيات جمة، فقد استدعت الخارجية البحرينية القائمة بالأعمال في السفارة الإيرانية وسلمته مذكرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، وأمهلت البعثة الدبلوماسية لمغادرة المنامة، كما استدعت الخرطوم سفيرها في طهران، وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وكانت الرياض قد أمهلت أمس البعثة الدبلوماسية الإيرانية 48 ساعة لمغادرة السعودية على خلفية إحراق متظاهرين إيرانيين مبنى السفارة السعودية في طهران احتجاجاً على تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين نمر النمر الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الرياض وطهران ليست نسيجاً وحدها فقد سبق هذه الدرجة من التصعيد أزمات كثيرة لم تكن الحرب في اليمن وحادثة منى التي ذهب ضحيتها مئات الحجاج جلهم من الإيرانيين سوى محطتين في تاريخ طويل من النزاع ردود الأفعال العالمية تباينت تجاه هذا الحدث البارز ففي الوقت الذي ابدت فيه موسكو استعدادها للعب دور الوساطه بين البلدين اعلنت الصين عن خشيتها من اشتداد حده الصراع في الشرق الاوسط اثر قطع علاقات السعوديه الدبلوماسيه ودول اخرى مع طهران الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها طلبت السعودية وإيران بضرورة ضبط النفس وعدم رفع سعير الصراع المحتدم بينهما إلا أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أكد أن بلاده لم تسمح بتدخل أي جهة في الشؤون القضائية لبلاده من جهته عبر أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون عن استيائه جراء ما حدث وطالب زعماء المنطقة بضبط النفس وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني من أن تجدد التوتر مع السعودية من شأنه العصف بجهود التسوية السياسية في سوريا محليا تفاعلت الازمه الدبلوماسيه بين الرياض وطهران فقد قال مجلس العيان في بيان صدر عنه اليوم ان الجماعات المتطرفه واعداء الامه هم المستفيدون من هذا التصعيد وطالب الحكومه الايرانيه باحترام سياده واستقلال دول الخليج العربي معتبرا ان مصالح الدول الاسلاميه ومكانتها تتطلب التركيز على ما يوحد الامه وتتابعون بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من أرض البلد تناقش التصعيد السياسي بين السعودية وإيران. ضيوف الحلقة المحللون السياسيون حماد فراعنة وفيصل الملكاوي وعبد الأمير طارق. ونتابع حيث يحتفل الأردنيون وأحرار الأمة العربية في العاشر من حزيران لهذا العام بمئوية الثورة العربية الكبرى التي أسست لنهضة الأمة وبناء الأردن الحديث. وبهذه المناسبة أعلنت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن احتفالات الثورة العربية الكبرى أعلنت عن اعتماد شعار خاص بها المزيد في التقرير التالي جهود أحرار العرب المنادين بنهضة عربية توجت بإعلان الشريف الحسين بن علي في العاشر من حزيران الموافق لعام 1916 الثورة العربية الكبرى التي انضوى تحت رايتها أحرار العرب معلنين انتهاء الزمان العثماني بعبئه وجوره على العرب وبداية نهضة الزمان العربي بمبادئ الاستقلال والتحرر والتنوير والتي بقيت تمثل المبادئ المثلى لكل مشروع عربي يسعى لبناء الانسان العربي وبهذه الذكرى اعتمد شعار خاص باحتفالات المملكة بمئوية النهضة العربية يتكون من مجموعة من العناصر والرموز التي تعكس مبادئ الثورة ومجرياتها والتي تركزت في الفترة ما بين 1916 و 1918 وتستند عناصر الشعار الى كتاب مفتوح عنوانه نهضه اشاره الى حركه النهضه العربيه التي مثلت مرتكزا اساسيا للثوره العربيه الكبرى كما يمنح الكتاب المفتوح في الشعار ايحاء بفصول تاريخيه ترمز للاستمراريه الحضاريه بين الاجيال الحاميه لمبادئ الثوره وتلك التي حملت علمي الثوره والاردن والرايه الهاشميه ويحيط العلمان والرايه بالعناصر الاخرى للشعار ففي اعلاه صوره تاريخيه لكوكبه من ابطال الثوره العربيه الكبرى يحملون رايتها والى يمينهم ويسارهم فارسان من الخياله والهجانه يحملان علم الاردن والرايه الهاشميه تعبيرا عن الوفاء للتضحيات التي بذلها ابطال الثوره وفرسانها لاعلاء مبادئها طلبا لوحده العرب واستقلالهم، ويشابه الجزء الاعلى من الشعار شكل التاج في اشاره الى الرابط القوي بين ارث الثوره العربيه الكبرى ونشاه المملكه، كما ان الالوان المستخدمه فيه مستوحاة من البيئه الاردنيه ومن العلم الاردني الذي يستمد الوانه من رايات عربيه واسلاميه تاريخيه، ويتوسط الشعار رقم 100 مكتوب بالأرقام العربية ذات الانتشار العالمي مزينة بألوان العلم الأردني الأخضر ثم الأحمر فالأسود على خلفية بيضاء ويعلو هذه الأرقام وشاح أخضر خط عليه بأحرف بيضاء من الخط الكوفي مأوية الثورة العربية الكبرى فيما تظهر نفس العبارة باللغة الإنجليزية أسفل الرقم 100 حتى تكون مناسبة الشعار مفهومة عالميا وبإعلان هذا الشعار ستشهد المملكة نشاطات شعبية ورسمية للاحتفال بمرور مئة عام على انطلاق الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي رحمه الله الجد الأكبر لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سعيا للحرية والنهضة والاستقلال افرج او افرج فجر اليوم عن نائب المراقب العام لجماعه الاخوان المسلمين زكي بن رشيد وذلك بعد انتهاء مده محكوميته حمزه الشوابكه والمزيد من التفاصيل أمام منزله الكائن بمنطقة أبو نصير شمال عمان نصبت جماعة الإخوان المسلمين خيمتها للاحتفال بنائب مراقبها العام زكي بن رشيد الذي أفرج عنه في ساعات منتصف الليلة الماضية الأجهزة الأمنية أفرجت عن بن رشيد بعدما أنهى فترة اعتقاله منذ شهر تشرين الثاني من العام 2014 على خلفية مقال هاجم فيه دولة الإمارات بسبب حظرها عددا من التنظيمات بينها جماعه الاخوان المسلمين وامام الحضور علت صيحات التكبير والتهليل من انصار الجماعه ليخرج بعد ذلك المراقب العام للجماعه الشيخ همام سعيد ما في جعبته للملا ويقول ان السجن لا يغير المبادئ ولا يسكت الافواه وان الجماعه تزيد ولا تنقص. سواء يعني خرج الاخ زكي او اي شيء اخر هذا لا يؤثر على خطه الجماعه خطه الجماعه مستمره الجماعه ستبقى تطالب بالاصلاح في هذا البلد ستبقى قوه لهذا الشعب الاردني ستبقى تدعو الى الوحده الوطنيه في هذا البلد ستبقى تدعو الى اقرار الحق والمطالبه بالحريات لجميع ابناء هذا الشعب الاردني بن رشيد يخرج على وقع ازمه تعصف برياح الانشقاق داخل صفوف جماعته لم يسبق ان شهدتها منذ نشاتها الاولى حتى ان عددا لافتا من القيادات في الجماعه كانت تلازمه قبيل توقيفه واعلنت استقالتها من حزب جبهه العمل الاسلامي ذراع الاخوان السياسي قبل خروجه من السجن بايام وعلى ما يبدو فان بن رشيد لن يتعجل باعلان موقفه من الازمه الحاليه التي تشهدها الجماعه وقال في تصريح مقتضب أن المشهد الأردني يعيش هدر طاقات وإمكانات مشبعة بسوء الإدارة وهو بحاجة للأحرار ليواصلوا المسار كما اعتبر اعتقاله اعتقال حالة أردنية مؤكدا أن ذات الحالة صفحة يطويها ويغفر لمن ارتكب أخطاء فيها حسب قوله نحن على موعد مع القدر ومع التاريخ لنصنع الجديد ولنصنع الحديث لأننا نعشق الحرية ونحب الابداع وشاننا التجديد والجديد بالمفهوم التصالحي الذي يشارك فيه الجميع دون اقصاء لاحد زكي بن رشيد اعلن عزمه تشكيل مبادرة وطنية متفق عليها في الايام المقبلة من دون ان يفصح عن ماهيتها وطبيعة الاطراف التي تضم ترى هل سيكون بني رشيد بمبادرته الوطنية هو ما ينتظره الإخوان للرجوع إلى إدارة زوايا المشهد الأردني؟ حمد الشوابكي رؤيا تضاربت المعلومات المتعلقة بالأسباب الحقيقية لاستقالة 400 عضو من حزب جبهة العمل الإسلامي قبل أربعة أيام وخلال حلقة من برنامج نبض البلد التي بثتها رؤيا يوم أمس أكد الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة أكد أن الخلاف مع المستقلين كان على المواقع القيادية في الحزب وهو الأمر الذي نفاه بشكل قاطع الناطق الإعلامي باسم المستقلين خالد حسنين خلال مقابلة منفصلة في بداية الحلقة أكد الناطق باسم المستقيلين من حزب جبهة العمل الإسلامي خالد حسنين أن الخلافات التي تسببت باستقالة أربعمائة عضو مؤخرا لم تكن بسبب المواقع القيادية بل نتيجة الخلاف على كيفية مواجهة تحديات المرحلة القادمة الخارجية والداخلية داعيا إلى توحيد صفوف الحزب الفكرة الأساسية كانت إنه فعلا كيف نواجه المرحلة القادمة كيف نخفف من المخاطر ممكن تتعرض لها الحركه الاسلاميه من خلال تجنب محطه انتخابات الحزب من خلال التوافق ما حصل توافق حصل بالعكس تمرد على هذا التوجه اللي قاده المراقب العام وبالتالي حصلت عمليه فراق داخل الحزب لمجموعه من الاخوه اللي رفضوا يعني التمرد الذي حصل داخل الحزب واصروا على انه فعلا الحزب يجب ان أه أن يتراجع عن موقف الذي حصل والاختيار القيادة الذي حصل لكن للأسف لم نصل إلى توافقات طرح رفضه الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة الذي قال إن جيلا من الشباب يريدون التغيير والإصلاح احتلوا في الفترة الأخيرة مناصب قيادية في حركة الإخوان المسلمين والحزب وهو ما لم يلقى قبولا من البعض وعلى رأسهم المئات الذين قدموا استقالة مؤخرا من الحزب على خلفية خلفية آخر انتخابات 2014 في حزب جبهة الإسلامي في بعض الأخوة معترضين على نتائج هذه الانتخابات والقيادة التي خرجت ليس اعتراض لا على على شكل الانتخابات ولا على ادائها ولا كذا فالمكتب الماضي هو الذي صادق على كل اجراءات الانتخابات ولكن على الافرازات التي خرجت. الان الحقيقه هذا يعني اذا جاء التعبير الملاحظه او الموقف اخذ منهم موقف انهم قطعوا المكتب التنفيذي و... وبشان التفاهمات التي حدثت داخل الحركه والحزب ومبادره الشراكه والانقاذ اوضح العضايله مبادره الشراكه والانقاذ فيها شق متعلق بالجماعه ومتعلق بالحزب هم م. ودوا هذه المبادره للجماعه والجماعه وافقت على على الشراكه في المكتب التنفيذي ما عندنا خلاف تفضلوا في المكتب التنفيذي تفضلوا الشراكه في مكتب التنفيذي للجماعه أما فيما يتعلق بالحزب فنحن نعتقد أن يكون يسار ثاني للحوار عليه مع قيادة الحزب على اعتبار أنه قيادة الحزب الآن هي المخولة بإيش؟ باختيار قيادتها انه احنا كجماعه ليس لنا سلطه على لتغييره ما بملك انا لا مراقب عام ولا مكتب تنفيذي هم طالبوا في الشراكه والانقاذ انه قياده الجماعه تروح تتدخل لتغيير مكتب الحزب وقياده الحزب قياده الجماعه قالت انا ما بتدخل في قياده الحزب حسنين رأى بدوره أن سبب فشل مبادرة الشراكة والإنقاذ هي أيضا تتعلق بقيادة الحزب إحنا بمبادرة الشراكة والإنقاذ اللي طرحناها لم تشترط إزاحة المراقب العام ولا ولا الاستغناء عنه بالعكس تبنت موقع المراقب العام كنوع من ليس قابل للنقاش إنما قالت كل بقية المواقع القيادية مطروحة للنقاش بمعنى آخر حتى الأمين العام مطروح للنقاش ومطروح للتغيير الفكرة أن الحزب اعتبر نفسه ليس معنيا بهذه المبادرة وهذه المشكلة اللي سببت الأزمة ولاغضبت الناس وخلت الناس تفكر بالاستقاله انه الحزب اعلن في اكثر من مره انه ليس معنيا وهذه المبادره لم تقدم لي انما قدمت للاخوان والاخوان يعني ومع ان الحقيقه الوسيط في موضوع التوافق في الحزب كان هو نفس المراقب العام خلاف واضح في وجهات النظر لم يشمل على ما يبدو الموقف من مشاركة الإخوان وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية المقبلة حيث أكد العضايل أن أي قرار نهائي لم يصدر بشأن المشاركة مرحبا في الوقت نفسه بمغادرة قانون الصوت الواحد مشروع قانون الانتخاب فيما دعا حسنين إلى التريث قبل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه لأن مشروع القانون بصيغة الحالية لا يطور حسب رأيه العمل السياسي الأردني واصل طلبة الثانوية العامة بكافة الفروع الأكاديمية والمهنية تقدم لامتحان التوجيه في الدورة الشتوية الحالية كاميرا رؤية تبعت أحوال الطلبة في مختلف محافظات المملكة تقدم اليوم في كل محافظات المملكة طلبة الثانوية العامة لامتحان التوجيهي وكانت المفارقة بأن الطالبات أبدين ارتياحا من طبيعة الأسئلة بكافة الفروع وكانت علامات السرور والفرحة ظاهرة على وجوههن كانت الأسئلة اليوم حلوة كثير طبعا بشكر وزارة التربية والتعليم على هاي الأسئلة جابوها من ضمن المنهاج يعني ضمن المنهاج وما في ولا سؤال برا المنهاج بصراحة صارت عندنا رعبة قبل الامتحانات إنه كان في ملاحظات السنة اللي فاتت وهيك بس أنا ملاحظة إنه السنة هاي يعني إشي عن تحفة وإشي يعني بجنن كان كثير سهل والامتحان جرب طبيعي وبنتمنى التوفيق لكل طلاب التوجيهي وان شاء الله الله بنزحنا بوافقنا. وعلى صعيد الطلاب ابدى بعضهم عدم ارتياحه لعدد من الصعوبات التي واجهتهم منها عدم كفايه وقت الامتحان وان الاسئله تحتاج لمده اكبر امتحان كثير سهل كان ما فيش فيه شيء بس انه شوي طويل وما كفاش مع الوقت انا بالنسبه لي بعرفش الطلاب الثانيين كان صعب كثير اليوم اصعب من الماضي الوقت كان كثير جدا بعد الامتحانات الاولى ما اثر علينا الإنجلي... الرياضيات والعربي كانوا كثير صعبات فيش وقت لأسل من برا المنهاج صعبوها شوي بالكيمياء وبدا واضحا على اغلبيه الطلبه ارتياحهم لسير الامتحان وطبيعه الاسئله وبانها وردت من داخل المنهاج المقرر وليست صعبه وقد شهد الامتحان انخفاضا ملموسا بعدد المخالفات اخبارنا لهذا المساء مستمره ولكن بعد فصل قصير محليا فرقت قوات درك عشرة من المحتجين اثر قيامهم باعمال شغب محدودة ليلة أمس في مدينة البتراء على خلفية قضية المتضررين من تجارة البيع الآجل مزيد من التفاصيل في التقرير التالي الاحتجاجات الواسعه تخللها اغلاق طرق واعتداء على ممتلكات عامه واضرام النيران باليات تعود ملكيتها لسلطه اقليم البتراء وكادت ان تاتي على المجمع الحكومي الذي يحوي مقر محكمه صلح وادي موسى والمحكمه الشرعيه. استرداد الحق ليس بالتكسير وليس بالحرق وليس بالهذا استرداد الحق بالحوار البناء، بالحوار هاي السيارة خدمة للمجتمع المحلي ولخدمة وادي موسى للواء البتراء بشكل عام حتى خارج اللواء بستفيد منها هاي السيارة وجدت لخدمة المجتمع لخدمة الناس هاي السيارة ما فيش بيت في وادي موسى إلا خدمته هاي السيارة إلها خد... إلها يعني خليني أقول خدمة كبيرة وواسعة لمصلحة هذا البلد فلا يجوز أنه ينعمل فيها هذا العمل وهذا العمل أعتقد أنه ما برضاله للقاسي ولا الداني كما أضرم المحتجون النيران بالإطارات المطاطية والحاويات في الشارع الرئيسي مما استدعى تدخل قوات الدرك وقامت بتفريقهم بواسطة الغازات المسيلة للدموع دون وقوع أي إصابات تذكر الوضع مو صح احنا مو أنا واحد من الناس والله مو راضي عليه وأكيد في ناس كثير زي مو راضيين عليه خاصة على على شغلات بتخدمنا كمواطنين ما بتضرنا لو في من وراها مضرة بنقول ما في مشكلة بس ما في من وراها مضرة وقد بدا الهدوء يعود الى المدينه تدريجيا وطالب المحتجون الحكومه بسرعه ايجاد حل للازمه قبل تفاقمها على نحو اسوا مشددين على ضروره اعتقال المتورطين في قضيه البيع الاجل باعتبارها جريمه اقتصاديه تستدعي تطبيق الاحكام الخاصه بامن الدوله عقدت عدة لجان نيابية اليوم اجتماعات بحثت خلالها عددا من الملفات الرقابية والتشريعية بحضور جهات رسمية واهلية ذات صلة الزميل علي الاعرج وابرز ما جاء في هذا الاجتماع خلافات وتساؤلات وجهها النواب في اجتماعات اللجنه الاداريه النيابيه عقب جدل حول آلية تعيين الاطباء في وزارة الصحة الاردنية، اللجنه استمعت الى حديث وزير الصحة حول القضية وتوضيحه لآليات تعيين الكوادر الطبية في الوزارة. كان القرار في مجلس الخدمة المدنية وانا احد اعضاء هذا المجلس يعني عضو فالكل اقر قال يجب ان نلجا الى المناطق وليس الى التعيين على الدور الوطني يعني تكون قائمه وتاخذ منها على الدور هذا واحد بعدين كثير من المناطق والمحافظات لا يوجد فيها مستشفيات خاصه حتى ولا فيها امكانيه العمل حتى فرص العمل فيها تقريبا تختلف عن المناطق مثل اربد والزرقاء والعاصمه عمان يعني تختلف بوجود هنا عندك عدة مستشفيات وفرص العمل أوسع بكثير من منطقة معان مثلا كما أوضح الدكتور خلف هميسات وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية في تعيينات وزارة الصحة وذلك بحضور عدد من الأطباء المعترضين على آليات الديوان في التعيين والتوظيف في هذا القطاع ديوان الخدمة المدنية يرتب الدور التنافسي كل سنة مرة يطلع الدور التنافسي لأبناء المحافظة لأبناء اللواء لأبناء الإقليم لأبناء المملكة كل سنة بنطلعه مرة وبنعرضه كشف تجريبي لكل المواطنين أسبوعين بنقول يا ناس هاي دورك هذا العام 2016 تفرج عليه وين الآن 15 واحد سيصبح كشف الـ 2016 نهائي بنقول للناس تفرج هاي دورك طيب كيف ترتب الدور مش التوجيهي زي ما تفضل اخونا مش صحيح ولا معدل الجامعه اول شيء اقدميه التخرج الى 30 نقطه 30 نقطه اقدميه التخرج 30 نقطه واقدميه تقديم الطلب 25 نقطه هي الاقدميه قد ايش نقطه 50 معدل الثانويه العامه له 10 نقاط ومعدل البكالوريوس له 10 نقاط يعني الكشف التنافسي 20 علامه لمعدل الثانويه العامه ومعدل بكيلوروس 50 علامة للأقدمية اذا الأقدمية هي الفصل في تقديم ترتيب الكشف التنافسي ووزعنا 50 خمسين علامة 50 خمسين، خمسين للأقدمية و50 للكفاءة 10 بكيلوروس 10 ثلوية عامة 20 امتحان و10 مقابلة هذا ومن المرجح أن يشهد المطبخ النيابي نشاطاً واسعاً خصوصاً مع اقتراب موعد مناقشة المجلس للموازنة العامة للدولة الأردنية للعام 2016، والتي سيشرع المجلس في مناقشتها يوم الأحد المقبل، وتأمل اللجان النيابية أن تنهي عددًا من القوانين العالقة لديها خلال الدورة الحالية التي قد يستنزف نقاش الموازنة جزءا كبيرا من وقتها لذا نشهد حراكا للجان غايته الوصول إلى أكبر قدر من التوافق لإقناع النواب بالموافقة على ما اتفقت عليه اللجان علي الأعرج رؤية في الأراضي المحتلة شيع الفلسطينيون ليلة أمس شهيدي قلنديا إلى مثواهما الأخير بعد تسلم جثمانهما من سلطات الاحتلال التي احتجزتهما منذ منتصف كانون الأول الماضي. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. ذاك كان العناق الأخير والقبلة الأخيرة لأم الشهيد أحمد جحاشحة التي تشبثت بجثمانه طمعا في أن تشبع عيونها منه قبل أن يغادر سريره إلى القبر الحمد لله بس الله يصبرني وأشبع منا الله يرضى عليه الله يرضى عليه يمة الله يرضى عليه نور عيني هذا يا حبيب كلبي يمة بكت أنا ناي لابد أنا ابني بدي استشهد بنامش يا حبيبتي والله بلحق دمت تخوني أنا معي تخوني والله بلحقها يا خالتي، يا روح ما بعدك روح، الوحدة ابنها روح الشهيد أحمد من مخيم قلنديا شمال القدس، آخر العنقود في هذه العائلة، ابن الثلاثة وعشرين ربيعا، كان يدرس الإعلام ويحلم بأن يصبح صحفيا، لكن استشهاد صديقه آلمه كثيرا كان يحب الضحك، المزح، جو الفرفشة كان يحبه كثير الله يسهل عليك يا أخوي كان حنون كان يعني شو بطلب ويتمنى يا خواتي شو بدك نورا يعني انا لي اربع سنين يعني ما جيتش بستنى انا بالصيف يجي ياخذني الحمد لله نورا يعني نورا اما حكمه ابن ثلاثة وثلاثين عاما فهو متزوج وله طفل يبلغ من العمر ست سنوات كان يحلم بأن يصبح مهندسا أو طبيبا وطفلة لم تتجاوز الأربعة أعوام وفي انتظار طفل ثالث لم يولد بعد ولكنه بات يحمل اسم والده الشهيد كثير كان حكمة في عنده حرارة حين مشاهدة التلفاز من خلال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على على بناتنا الأحرار على نقاط التفتيش وإعدامهم كان حتى يسألني دائما وبعدين يابا بعدين يابا قالوا إلنا الله لكن باين انه ربنا اختاره قبل استشهاده ترك حكمه علامات كثيره تدل على نيته الشهاده وكانه كان يحاول ان يودع كل من حوله حكى معي قبل ما يستشهد بيوم حكى لي امتى جاي اشتقت لك بدي اشوفه قلت له انا باجي اخر الاسبوع هذا كانت المكالمه يوم الثلاثاء العصر قال لي يوم الخميس مطول قلت له دير بالك على اولادك يا اخوي إلا هو بيحكي لي ما تخافي اولادي، الله بدير باله على الجميع وفاروق رح يرفع راس العيلة كلياتها هلا ابنه ذكي وشاطر بالمدرسة بس برضه ما فهمت انه رح يرفع راس العيلة انه رح يكون ابن الشهيد قد ما كنت زعلانة انه استشهد بس امبارح لما شفته ارتحت ابتسامته كانت بتجنن ريحته مسك من بروده ثلاجات العدو الى دفء الارض التي استشهدا لاجلها عاد الشهيدان احمد جحاجح وحكمه حمدان بعد ثمانيه عشر يوما من احتجاز جثمانيهما ورغم ان حكمه من مدينه البيره الا ان والده اصر على ان يدفنه بمخيم قلنديه حيث استشهد فيه في ذات اليوم الذي استشهد احمد عقب تنفيذ كل منهما عمليه دهس لجنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم ما يا رفيق مهنتي كان يفترض بك ان تكون صحفيا تفضح جرائم عدوك ولكنك اليوم شهيدا اخجل انا كصحفي من وصف قد ينتقص من بطولتك ومن وجعك مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا مقطعا مصورا يظهر فيه الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط خلال فتره اسره لدى كتائب القسام وهو يشوي اللحوم، ما تم اعتباره فشلا لاجهزه الاحتلال الاستخباراتيه في الكشف عن مكانه انذاك ونجاح المقاومه بالاحتفاظ به وابرام صفقه التبادل، والتي تم بموجبها اطلاق سراح 1040 اسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، التفاصيل في تقرير منى عوكل. بعد الاعلان عن نيتها الافراج عن معلومات امنيه خاصه بعمل كتائب القسام فجر الذراع العسكري لحركه حماس مفاجاه من العيار الثقيل مصحوبه بالكثير من التساؤلات التي لا تقل ثقلا هو الفيديو الذي اعلنت من خلاله عن واحده من اخطر عمليات المقاومه الفلسطينيه والتي قامت خلالها وحدات الظل في كتائب القسام من الحفاظ على سريه وجود الجندي الاسرائيلي المعتقل لديها مد خمس سنوات. بالنسبة لصفقة شليت اللي كانت طبعاً كانت نوع من أنواع المقاومة. وبالنسبة لاختطاف الأسير، شيء مهم كان لواقع القضية الفلسطينية إنه في. اعتبار وفي رد اعتبار الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط الذي اعتقل في قطاع غزه مده خمس سنوات قبل الافراج عنه في صفقه لتبادل الاسرى ادت الى الافراج عن واربعين اسيرا فلسطينيا ظهر في عدد من المقاطع في ظروف مختلفه تحت حمايه وحده الظل في كتائب القسام ليشير الى فشل استخباراتي لاحد اعتى الجيوش في العالم استخدم كل ما لديه ولم يتمكن من استرداد جنديه المختطف تأكيد على ان من يملك المعلومه الحصريه فيما يتعلق بتفاصيل اسر شليط هو فقط كتائب القسام. ودليل على ان العدو الصهيوني بما يملك من تقنيه امنيه وتكنولوجيا عسكريه وعيون ارضيه وتحالفات محليه واقليميه ودوليه فشل في الوصول الى جنديه الاسير على مدار خمس سنوات. كتائب القسام تمتلك عدد من الاسرائيليين الموجودين لديها لا يعرف الجنود هم احياء ام اموات ولكن المؤكد انه لديها اثنان من الاحياء ابراهام الاثيوبي وعربي من البدو المشاركين في الجيش الاسرائيلي وبالتالي هذا تريد كتاب القسام ان تضغط علي اسرائيل من خلال هذه الفيديوهات كبير هو الصدي الذي خلفه الاعلان عن هذا الفيديو وكثيره هي الرسائل التي كان من اقواها وجود جنود اسرائيليين في حوزه المقاومه ووجوب استعداد اسرائيل للتعامل جديا مع هذا الملف أمام الكثير من الأسئلة المطروحة والتي لم تجب عليها إسرائيل يتوقع الفلسطينيون أن تحمل الأيام القليلة القادمة أجوبة واضحة لطبيعة الرد الإسرائيلي في ظل اختلاط الأوراق في الصراع القائم الآن منعك القناة رؤيا غزة فلسطين سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتتضمن القافلة خمس شاحنات عائدة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية تبرعت بها منظمة السلام من أجل الأطفال وسيتم تسليم المساعدة من خلال المستشفى الميداني الاردني إلى مستشفى الشفاء في وزارة الصحة الفلسطينية هذه القافلة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك واشراف سمو الامير راشد رئيس مجلس الامناء لتلبية احتياجات القطاع من المواد الاغاثية والطبية. سيتم تسليمها الى المستشفى الميداني العسكري غزة 39 ليصار الى التنسيق مع مستشفى الشفاء بعملية تسليم هذه المواد الطبية. وهذه لن تكون الاخيرة سيلحقها قوافل اخرى ايضا. ضمن سعيه لإنجاح مدينة العقبة كمدينة للثقافة الأردنية للعام الحالي 2016 نظم مجمع النقابات المهنية هناك لقاء لمناقشة الطرق والسبل الناجعة للوصول إلى هذا الهدف المشاركون في اللقاء أكدوا أن تنوع المنتج الثقافي والحضاري للعقبة يجعلها في مصاف المدن ذات الإرث الحضاري الموغل في التاريخ خاصة وأن الحفريات أثبتت أن العقبة كانت محطة للمستوطنات البشرية لفترات تمتد إلى ستة ألاف عام قبل قبل الميلاد. جاء هذا اللقاء الذي نظمته الفعاليات الشعبيه في محافظه العقبه في بمناسبه اختيار العقبه مدينه الثقافه وجاء هذا هذا الاجتماع لتوزيع نماذج المشاركه ودراسه الاليه لحشد الجمهور لكافه الفعاليات الثقافيه التي ستقام خلال فعاليات المدينه. ونماذج المشاركه التي تم توزيعها سابقا ستكون هذه الفعاليات لمحاوله لنشر هذه النماذج لاوسع فئه موجوده داخل العقل يصادف اليوم الرابع من كانون الثاني الذكرى السادسه لافتتاح برج خليفه في اماره دبي، والذي يعد اطول برج في العالم بتكلفه اجماليه وصلت الى مليار ونصف المليار دولار امريكي. المزيد في تقرير رائد ياسين. لم يكن ما يقارب ست سنوات بفترة طويلة على بناء شيده الإنسان بارتفاع وصل إلى 828 متراً ليعد بذلك أطول برج بالعالم حتى الآن وبلا منافس برج خليفة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأ بناؤه في الحادي والعشرين من أيلول عام 2004 واستمرت مراحل تشييده قرابة ستة أعوام متواصلة وليتم افتتاحه رسميا في الرابع من كانون الثاني لعام 2010 ويصبح بذلك ناطحة السحاب الأعلى في العالم بدلا من برج تايبي 101 في تايوان يضم برج خليفه والذي يعد بمثابه مدينه صغيره مئه وثمانين طابقا علاوه على فندق يتكون من 403 وثلاثه اجنحه فندقيه كما ويحتوي على سبعه مصعدا كهربائيا تصل سرعه احدهم قرابه عشره امتار في الثانيه الواحده مساحه اربعه ملايين متر مربع لبرج خليفه ضمت اعلى شرفه مشاهده مفتوحه للجمهور وكذلك اعلى مسجد واعلى مطعم واعلى حوض سباحة فضلا عن ارقام قياسية تخص مكونات البرج. اثناء افتتاح البرج الاطول في العالم اعلن نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم عن تغيير اسم البرج من برج دبي الى برج الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وذلك كتكريم له على جهوده وعلى دعمه اللامحدود لدبي وغيرها من الامارات الاخرى في البلاد.